يوم انتخابي بدا حافلا منذ ساعته الأولى، يدلي فيه التونسيون بأصواتهم لاختيار رئيس ثامن في تاريخ البلاد. في هذا المركز الانتخابي وسط العاصمة، إقبال الناخبين الذي انطلق بتوافد هام لشريحة العمورية ما فوق سن 45 سجل أيضا تحسنا ملحوظا في إقبال فئات الشباب على الانتخاب بعد العزوف الواضح في الساعات الأولى للاقتراع. تنظيم جيد جدا على جميع المستويات، وكان اقبال نشوف فيه عن طريق الملاحظين نتاع ليزي والمسؤولين نتاع ليزي قائم المواجهه بغير عادي، نشوف فيهم كيفاش يتعاملوا مع الرجال الكبار والنساء الكبار، وكيفاش يسيروا فيهم، كيفاش يرشدوا فيهم، وبالعكس كانت قبول هائل جدا، ما لاحظنا حتى اخلالات لحد اللحظه هذه. في قاعة العمليات هذه يتابع مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات سير عمليات الاقتراع، معتمدا على جهود اكثر من 700 ملاحظ ميداني. ويقول أن الانتخابات تجري في ظروف سلسة، ولم يتم تسجيل إلى حدود ظهر اليوم إخلالات خطيرة من شأنها تعطيل سير عملية الاقتراع أو الارتقاء إلى جرائم انتخابية. لاحظنا سير طبيعي تقريب الانطلاق العملية الانتخابية في مسألة فتح مراكز ومكاتب الاقتراع، ثم جانب لوجستي اللي هو كان ناقص بالنسبة لقائمات الناخبين في بعض المراكز أو بطاقات الاقتراع، زاد كذلك في بعض المراكز كانت أقل من عدد المسجلين فكل المراكز هذيك. شفنا دعاية انتخابية في بعض المراكز لأحد المترشحين، ثم شفنا سيارة معناها التابعة لأحد المجالس المحلية كانت تنقل في المواطنين لأحد المترشحين. سباق رئاسي حظي إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال بنسبة إقبال بلغت 14.16% بحسب الأرقام الرسمية لهيئة الانتخابات التي تنفي وجود إخلالات خطيرة مؤثرة على السير الطبيعي للعملية الانتخابية. ما لاحظناش خروقات، لكن رغم ذلك حتى وإن وجدت بعض الحالات فهي معزولة. أكيد أعواننا متواجدين، هيئتنا الفرعية متواجدة، احنا باش توصلنا التقارير وباش توصلنا المحاضر باش نطلعوا عليها، وأكيد باش نرتبوا عليها الأثر القانوني اللازم. نسبة 14.6% تعتبر متوسطة، لكن بالمقارنة مع الانتخابات التشريعية الفارطة تعتبر هناك تقدم في نسب المشاركة. ويتنافس رئيس المنتهية ولايته قيس سعيد مع النائب البرلماني السابق زهير المغزاوي ورجل الأعمال العياش الزمال في انتخابات أثارت جدلا منذ الإعلان عن موعدها ومسار انتخابي جوبها برفض 6 أحزاب معارضة وإعلانها مقاطعة الانتخابات. إينس فرادي، اليوم، تونس.